صباح الخير. احنا النهارده في وادي نطرون بنصور 3 فهدين في الجهاز المركزي المحاسبات. 3 فهدين زرعين بصل وزرعين غلة سكن صحن الأرض والطاقة الشمسية وده البيت الغلة اللي في الأرض ده البصل أرض تربة حمراء في مكان مميز في الجهاز المركزي للمحاسبات. البيت اللي في الأرض دي الطاقة الشمسية ودي الغلة اللي ظهر عليها. شكرا.